سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة؟ لاباس؟ عواشركم مبروكات، عيدو تعاودوا ان شاء الله الصحة والهنا طول العمر، باش تمنى خاطركم ان شاء الله. دابا كي كتشوفوا راني كندير الدوارة، بغيت نشاركها معاكم. غادي كل واحد وطريقته. انا غادي كنديرها الاول تطبخ في الماء باش كتحيد منها كاع دوك الزفرة وداكشي، نسيطرو ديال الماء، كبصة، ملحة، واحد الطرس ديال الثومة، ها هو واحد صافي يا البنات. وغادي نديرها تطبخ مزيان وعاد غادي نوليو نشرملوها. يلا بقى معايا البنات. البنات ها هما المقادير: بصلة مشلضة، بصلة شوية كبيرة، قزبر وبعد النوس، مطيشة، حبة مطيشة كبيرة، 3 فصوص ثومة مع اللي مسيا مقطع، و سكينجبير، حبة كحلة، شوية كامون، والخرقوم، وشوية ملح. هادو اللي غادي نحتاجو البنات، وبقاو معايا. هيا هيا صفيتها مزيان، غادي نديرها في الكوكوط. البنات ها هي الدوارة اللي تقلات مزيان وشربت الماء ديالها، تقلات في البصلة وديك العطرية وكل شيء. دابا غادي نرويها بالماء السخون. بسم الله. صافي، وغادي نقفل عليها الكوكوطة البنات، قول نص ساعة، حيت هي صغيرة الدوارة دغيا غادي تطيب. غادي نزيد عليها الزيتون، بقاو تشوفوا الشكل النهائي. البنات ها هي الدوارة اللي تقلات مزيان وشربت الماء ديالها، تقلات في البصلة وديك العطرية وكل شيء. دابا غادي نرويها بالماء السخون. بسم الله. صافي، وغادي نقفل عليها الكوكوطة البنات، قول نص ساعة، حيت هي صغيرة الدوارة دغيا غادي تطيب. غادي نزيد عليها الزيتون، بقاو تشوفوا الشكل النهائي.